دكتور سامان برزنجي وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان في مراسيم افتتاح قسم الطوارئ في مستشفى الشهيد علي شيعة في ناحية خورمال أن حكومة إقليم كردستان مستمرة في توفير الخدمات والمستلزمات الطبية للمستشفيات والمراكز الصحية في الأقضية والنواحي خارج مراكز المدن الكبيرة. أحمد بواني بريز خوشويس بريز زنابي بارزغاري هلبدا كاغازات بريز زنابي بريكاري وزارة تندستي كاكتور رهيل فريدون. السادة الحضور الكرام، من دواعي السرور نحضر اليوم ونشارك في افتتاح قسم الطوارئ في مركز علي شيعة الصحي في ناحية خرمال في حدود محافظة حلبجة، وأشعر بالسعادة اليوم ولمرة أخرى يتم إضافة وفتح قسم خدمي جديد بشكل رسمي. أشكر منظمة جي آي زد الألمانية منذ عدة سنوات وباستمرار هم على اتصال مباشر معنا، ولهم دور فعال في تقديم الخدمات في كافة مناطق إقليم كردستان بدون استثناء، وبالأخص في الأقضية والنواحي وخارج مراكز المدن. فتح وتوسيع قسم الطوارئ في هذا المركز الصحي شاهد على حق تقديم الخدمة لهذه المنطقة، وأشكر مديرية الصحة في محافظة حلبجة وجميع المسؤولين والمهندسين لقيامهم بتوفير كافة المستلزمات والأجهزة لهذا القسم الجديد. ومن هنا أود أن أعلن للجميع بأننا في وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان مستمرون في توفير المستلزمات وإعمار وبناء وتوفير الأجهزة الطبية للمستشفيات. والجميع يعلم بأن جائحة كورونا منذ عامين أثرت على وقف وتأخير العمل في المشاريع والبنى التحتية للقطاع الصحي. كانت الجهود موجهة لمجابهة الجائحة من أجل حفظ أبناء شعبنا من الكارثة. ومن هنا أوجه شكري من جديد لكل الكوادر الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية، وأشكر محافظ حلبجة لدعمه المستمر للقطاع الصحي لتقديم الخدمات الصحية في حدود محافظة حلبجة. وأؤكد بأن حكومة إقليم كردستان وتحت ضوء الخطوط العامة لبرامج عمله تهتم بإيصال الخدمات الصحية إلى كافة مناطق إقليم كردستان دون استثناء أو تمييز، من أجل توفير الخدمات الصحية للمواطنين بصورة متساوية، وهو شعار النظام الصحي العالمي. وتقديم الخدمات الصحية بصورة متساوية خارج المدن في الأقضية والنواحي حتى في القرى والمناطق الحدودية واجب المؤسسات والمسؤولين في القطاع الصحي. لذلك التركيز على إيصال الخدمات الصحية إلى خارج مراكز المدن وتوفير المستلزمات الطبية من واجب وبرامج العمل في وزارة الصحة.